يا بابا يا بابا، انا جعان انا واخويا وبقالنا يومين ما اكلناش. ممكن تخرج يا بابا وتجيب لنا طعام وترجع بسرعه؟ اكيد طبعا يا صغاري، انا لازم اخرج واروح المزرعه، اروح اهجم على الحيوانات، اروح اصطاد لي اي حيوان بسرعه واجيبه لكم هنا تاكلوه. بس انتوا استنوني هنا وخلي بالكم من المكان بتاعنا. أنا مش هطول عليكم يا صغاري، يلا سلام. أنا لازم هاخد أي حد فيكم من هنا، أنا ولادي جعانين. هو ما نسمحلكش تاخد أي حد فينا. يلا امشي من هنا يا أسد يا شرير، يلا امشي بدل ما نهجم عليك ونأكلك احنا كمان. لو ما مشيتوش انتوا الاتنين من قدامي هاكلكم. احنا حراس المزرعة وما نسمحلكش تدخل هنا، يلا امشي. هو امشي من هنا، امشي وياك اشوف وشك في المزرعة تاني. شفت الأسد يا صديقي؟ كان عايز يهجم علينا في المزرعة، وكان عايز ياكلنا، وكان عايز ياخدنا لصغار. هو مفكرنا ان احنا ضعاف ولا ايه؟ احنا حراس المزرعة، احنا لازم ناخد بالنا من الخروف المشاكس عشان هو الوحيد اللي بيخرج بره المزرعة. احنا لازم نقول لجميع حيوانات المزرعة تاخد بالها وما تخرجش بره المزرعة، عشان الأسد ده باين عليه شرير واكيد هيرجع تاني. عندك حق يا صديقي، يلا بينا يلا بينا نروح ننبه على جميع حيوانات المزرعة انهم ما يطلعوش برا المزرعة. يا سلام يا سلام، حراس المزرعة مش قاعدين خالص، انا الحق اخرج لوحدي واروح اغلس على حيوانات المزرعة. يا ترى الخروف خرج لوحده وراح فين؟ ممكن الاسد ياكله، ممكن الاسد الشرير ياكله ويلاقيه. ايه ده ايه ده، هو الخروف المشاكس راح فين من المزرعة؟ مش قاعد في المزرعة ليه؟ هو حد اجى اخده ولا ايه؟ الخروف المشاكس خرج لوحده وطلع برا المزرعة، راح يلعب. يا نهار اسود، هو ازاي الخروف ده طلع لوحده برا من غير ما يستأذن؟ هو مش خايف ولا ايه؟ ممكن الاسد يقابله وياكله. احنا مش هنعرف نطلع ندور على الخروف المشاكس، ممكن الاسد يجي في اي وقت ويهاجم المزرعة وياكل حيوانات المزرعة كلها. احنا هنستنى هنا الخروف المشاكس لما يرجع وهننبه عليه ومش نخليه يخرج تاني. يلا يا حبايبي كلوا براحتكم، انا واصلة مشوار وهرجع لكم بسرعة. يلا افطروا مع بعضيكم. البكرات شغالين ياكلوا لوحديهم، اما راح اكبلهم الاكل واجري بسرعة، اما الحاج اجري بسرعة قبل ما مامتهم ترجع وتضربني. شفتم ما تأخرتش عليكم، اديني رجعت لكم بسرعة يا اولادي يا حبايبي. يا خبر، ايه ده ايه ده يا اولادي، هو مين اللي عمل كده في الاكل بتاعكم؟ قولولي. ها اكيد الخروف المشاكس، انا لازم اروح اشتكي لحارس المزرعة. يلا يا حبايبي العبوا هنا مع بعضيكم ومش تخرجوا برا، انا هروح اجيب الاكل وارجع بسرعة. شو اهي امهم البطة الكبيرة مشيت وادي البطابيط الصغيرين قاعدين لوحدهم. ها انا هخطف واحد فيهم وهوديه بعيد هناك. تعالى يا بطبوط يا حلو انت. شو اديني جيت لكم يا حبايبي. يا بطبيط بسرعة، ايه ده ايه ده يا حبايبي، هو ابني التالت راح فين؟ هو فين اخوكم؟ راح فين؟ سيو 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 الخروف يا ماما اخد اخونا وماشا. انا حالا هروح ادور عليه واجيبه واشوف الخروف المشاكس وده فين. انا هسيبك هنا يا بطة يا صغيرة بعيد عن ام. انا هسيبك هنا وهمشي. الخروف المشاكس كذني هنا وسابني بعيد مامتي.
تعيطيش ما تعيطيش يا بنتي يا حبيبتي، اديني جاتلك ما تعيطيش. الخروف يا ماما جه خطفني من جنب اخواتي وجابني هنا وسابني ومشي وانا عمالة عيط عيط عمالة عيط وخايفة وقاعدة لوحدي هنا. طيب انزلي يا حبيبتي، تعالي تعالي. طب انزلي وانا هروح اشتكي لحارس المزرعة من الخروف المشاكس ده، انا مش هسيبه عشان مش يجيلكم تاني ويغلس عليكم. تعالي معايا يا حبيبتي، يلا خلينا نروح لاخوات، يلا بينا نروح نروح لاخوات، يلا بينا. ازيك يا حارس المزرعة عامل ايه؟ الحمد لله احنا كويسين يا بطبوطة، انت ليه سايبة اولادك وجاية هنا لوحدك؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ انا جاي اشتكي لك يا حارس المزرعة من الخروف المشاكس جه عندنا المكان بتاعنا وخطف البطبوط ابني الصغير ومشى بيه وراح سابه في مكان لوحده. ازيك يا حارس المزرعة عامل ايه؟ انا جاي اشتكي لك من الخروف المشاكس، ينفع كده كل ما احط اكل لاولادي الصغيرين البقر يجي الخروف المشاكس ياخذ الاكل يروح يرميه في حتة تانية ويقلب؟ انا جاي اشتكي لك منه، لازم تشوف لي حل. خلاص يا جماعة يلا انتوا اتفضلوا، كل واحد يروح على بيته وانا مش هسيب الخروف المشاكس ده واشوف لي حل معاه، ولازم هعلمه درس مش هينساه ابدا، ولازم هطرده هنا من المزرعه، لازم اخليه يتعلم الادب. اتفضلوا انتوا امشوا دلوقتي، ما تخافوش مش هيخليه يجيلكم تاني. يا ترى احنا هنعمل ايه مع الخروف المشاكس ده؟ كل يوم يطلع من المزرعة عمال يغلس على الحيوانات، احنا لازم نعلمه درس مش ينساه ابدا. كلامك صح، احنا لازم نطرده بعيد عن المزرعة اللي احنا عايشين فيها ونخليه يعيش لوحده بره المزرعة، اول ما يتعلم الدرس هيرجع تاني ندمان، نبقى نرجعه تاني المزرعة. ازيك يا حارس المزرعة عامل ايه؟ انا كنت في مشوار صغير ورجعت اهو بسرعة. انت بتكذب علينا يا خروف ولا ايه؟ احنا عارفين كل حاجة كويس، انت رحت غلست على البقرة ورحت غلست على البطة الصغيرة، بس احنا مش هنسيبك، انت لازم تنطرد بعيد عن المزرعة بتاعتنا عشان خاطر تتعلم الادب كويس. معلش يا حارس المزرعة انا اسف مش هعمل كده تاني. لا طبعا احنا مش هنسامحك المرة دي يا خروف يا مشاكس، اتفضل اتفضل برا. يا خسارة، الحيوانات كلهم سابوني لوحدي في مكان بعيد وانا خايف، انا خايف جدا جدا فعلا، انا غلطان بس مش هعمل كده تاني. ما تحاولش تهرب مني يا خروف، انا لازم هاخدك حالا دلوقتي وهوديك لاولادي يا كلوف. يلا تعالى يلا يلا. انا هقطعك حتت حتت يا خروف واديك لاولادي. سيب الخروف يا اسد يا شرير. ايه ده؟ انا بهرب بسرعه واسيب الخروف، حراس المزرعه جايين يجروا ورايا اهو. اهو هجم عليك الاسد الشرير يا خروف يا مشاكس، اهو كان حياتلك حالا لولا احنا جينا وانقذناك. انا اسف يا جماعه ومش هعمل اي حاجه غلط، سامحوني المره دي، انا اتعلمت الدرس كويس ومش هغلط تاني خالص. خلاص يا خروف يا مشاكس احنا سمحناك المرة خلاص كده، بس ما تكررش الغلط ده تاني. يلا يلا بينا نروح المزرعة بتاعتنا. وهكذا يا حبايبنا يا حلوين انتهت قصتنا اليوم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا تفعيل الجرس والاشتراك والسبسكرايب.